ومرحبا بكم مع لقاء جديد من علوم الدار، ونبدأها بالعناوين الرئيسية لهذا المساء. رئيس الدولة ونائبه يهانئان رئيسة جمهورية الهند ورئيس جمهورية الكونغو بذكرى استقلال بلادهما. انخفاض حدة المنخفض الجوي المتوقع تأثر الدولة به. أهلا بكم. بعث صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة دراوبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. كما بعث صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة دراوبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند. وبعث صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي شري ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند. كما بعث صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا بمناسبة ذكرى يوم التحرير. وبعث صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس يون سوك يول. وبعث صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي هان دوك سو رئيس وزراء جمهورية كوريا. هذا وبعث صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة دينيس ساسوني جيسو رئيس جمهورية الكونغو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس دينيس ساسوني جيسو. وبعث صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي أناتول كولين ماكوسو رئيس وزراء جمهورية الكونغو. أكد المركز الوطني للأرصاد انخفاض حدة المنخفض الجوي المتوقع تأثر الدولة به، وذلك من خلال المتابعة المستمرة لحركة المنخفض. وأوضح أن آخر مستجدات خرائط الطقس تشير إلى تحرك امتداد المنخفض الجوي إلى الجنوب مع استمرار امتداد تأثيره على الدولة بشكل محدود، مع فرص تكون بعض السحب الركامية المحلية مصحوبة بسقوط أمطار على المناطق الشرقية والشمالية، واستمرار الرياح الجنوبية الشرقية المعتدلة والنشطة أحيانا المحملة بالغبار. مشاهدينا، موجة الغبار تتسبب في إلحاق الضرر بجسم الإنسان إذا ما اتبع تعليمات تحافظ على صحته. التفاصيل في التقرير التالي. استنشاق الغبار يؤدي إلى أضرار صحية عند معظم الأشخاص، ولكن هناك فئات أكثر عرضة من غيرها للتضرر منه، مثل الرضع وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون حساسية الجيوب الأنفية، والأشخاص الذين يعانون الأمراض التنفسية المزمنة مثل الربو والانسداد الرئوي المزمن ومرضى القلب، إلى جانب الأشخاص الذين يعانون حساسية العيون. وهناك إجراءات عدة للحد من تأثير الغبار على صحة الإنسان، ومنها متابعة النشرات الجوية بشكل دائم للاطلاع على آخر التحذيرات فيما يتعلق بموجات الغبار أو العواصف الرملية، تجنب الخروج من المنزل قدر الإمكان في جو الرياح المحملة بالغبار والأتربة، إغلاق نوافذ المنزل عند هبوب الرياح إلى جانب إغلاق نوافذ السيارة بإحكام، وتشغيل المكيف أثناء القيادة فترة العواصف، ارتداء الكمامة الواقية عند الاضطرار للخروج من المنزل، واستخدام النظارة لحماية العين، وتجنب استخدام العدسات اللاصقة، وتناول الأدوية واستعمال البخاخات في وقتها حسب تعليمات الطبيب وزيارة الطبيب عند الحاجة. الغبار حالة جوية تحدث بعض الأحيان بين فترة وأخرى، لكن يبقى علينا المحافظة على صحتنا من تأثيراته، فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء.
ولا نزال في أخبار المركز الوطني للأرصاد الذي أطلق من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار رسميا المشروع البحثي الثاني ضمن دورته الرابعة، وسيشهد هذا المشروع شراكة بين شركة سبيك ومؤسستين اثنتين من الفائزين بمنحة الدورة الثانية من البرنامج، وهما المعهد الفنلندي للأرصاد الجوية وجامعة ريدينغ. وسيشمل المشروع تنفيذ محاكاة عددية متطورة للسحب الركامية وإجراء قياساتها باستخدام طائرة بحثية تستخدم في عمليات تلقيح السحب. متابعة لمستجدات فيروس كورونا في الدولة، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 688 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد. هذا وأجرت الوزارة 149,376 فحصا جديدا ساهمت في الكشف عن 792 حالة إصابة جديدة بالفيروس. هذا ولله الحمد لم تسجل الوزارة أي حالة وفاة. ونبقى في الصحة، حيث أعلنت مؤسسات الإمارات للخدمات الصحية عن إطلاقها التطبيق الذكي الجديد للخدمات الصحية. وتشمل الخدمات التي يقدمها التطبيق حجز موعد طبي وطلب تقرير طبي وتوفير الرعاية المتنقلة المنزلية، بالإضافة إلى استعراض الملف الطبي للمريض وتوفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين والمقيمين في الدولة، بما يسهم في تسهيل الحصول على أعلى معايير الخدمات العلاجية. أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة والجمعية الدولية للنشاط البدني عن مشاركة منظمة الصحة العالمية في رعاية النسخة 9 من مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 23 إلى 26 من أكتوبر المقبل. وتؤكد مشاركة منظمة الصحة العالمية كراع لهذا الحدث على أهمية النشاط البدني للصحة العامة وعلى دوره في الحد من أعباء الأمراض غير المعدية وتحسين الأداء اليومي والصحة الذهنية والعافية. وتهدف نسخة هذا العام من مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة إلى عقد حوارات فاعلة تركز على تشجيع جميع أفراد المجتمع على تبني التمارين الرياضية والأنشطة البدنية. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. التنمية الأسرية تنظم ملتقى الشباب الخامسة وتستعرض نتائج مبادرة مستشار في كل أسرة. شباب إماراتي وخليجي واعد استثمروا طموح القيادة فيهم لتحقيق أهدافهم وأمانيهم، فكانت هواياتهم هي كلمة السر وعنوان نجاحهم وتميزهم. غاليري، الموسم الثالث، الأربعاء 9:30 مساء على قناة الإمارات. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تفتح باب الترشيح للمشاركة في الدورة السادسة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة بمجموع 1,700,000 درهم لتستقطب القادة والرياضيات من جميع أنحاء العالم العربي. وتأتي فئات الجائزة كالتالي: أولاً
فئة الإنجازات الفردية، أفضل امرأة رياضية عربية، أفضل امرأة رياضية إماراتية، أفضل رياضية ناشئة، أفضل رياضية بارالمبية، أفضل مدربة مدرب، أفضل إعلامي إعلامية رياضية. ثانيا فئة المؤسسات والاتحادات الرياضية، أفضل برنامج لتنمية الناشئات، أفضل فريق، أفضل مبادرة إبداعية رياضية. ثالثا فئة الشخصية الرياضية للعام على مستوى الوطن العربي. يتم التسجيل عن طريق الموقع الرسمي للجائزة، كما يمكن التسجيل عن طريق منصات التواصل الاجتماعي للجائزة @fbm_award. جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، الدورة السادسة، تثمن عطاء المرأة العربية. علوم الدار متواصلة، وكان أبرز عناوينها: انخفاض حدة المنخفض الجوي المتوقع تأثر الدولة به، ولتفاصيل أكثر يمكنكم مشاهدينا متابعة علوم الدار عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة. إنجاز كبير للقوى العاملة والإدارة وفرق الجودة والصحة والسلامة والبيئة الذين عملوا بلا كلل لضمان سلامة الجميع. حققت محطات غلف تينر الإماراتية إنجازا بارزا في برنامج الصحة والسلامة من خلال الوصول إلى أكثر من 1,000,000 ساعة عمل من دون وقوع حوادث إصابات. وأجرى فريق الجودة والصحة والسلامة والبيئة أكثر من 14,000 ساعة من التدريب، بالإضافة إلى جدولهم المعتاد للتعريفات والتدريب لتجديد المعلومات وتحديثات الصحة والسلامة والبيئة والإسعافات الأولية والتدريب على مكافحة الحرائق. وأجرت فرق الإدارة أكثر من 175 جولة حول السلامة، بالإضافة إلى عمليات التفتيش اليومية من قبل فريق الجودة والصحة والسلامة والبيئة. بمناسبة اليوم الدولي للشباب 2022، نظمت مؤسسة التنمية الأسرية ملتقى الشباب الخامس تحت شعار التضامن بين الأجيال لمستقبل مستدام، من أجل مد جسور التواصل وخلق مجتمع قادر على احتواء الجميع من كافة الأعمار. تستعرض مؤسسة التنمية الأسرية من خلال ملتقى الشباب الخامس برامجها وأنشطتها المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز وتمكين وتفعيل دور الشباب، لإيمانها الشديد بأن الاستثمار في جودة حياتهم هو استثمار في الأجيال القادمة، حيث يحظى الشباب في الإمارات بمكانة كبيرة في المجتمع باعتبارهم أولوية وعلى رأس الاستراتيجيات. اليوم كانت عندنا عدد من الفعاليات ضمن هذا الملتقى، أبرزها إطلاق المسابقة الشبابية لاختيار أفضل الأفلام الاجتماعية القصيرة اللي تركز على تعزيز القيم الاجتماعية وتعزيز الروابط الأسرية. ثاني فعالية كانت عندنا تخريج الدفعة الأولى من المشاركين في مبادرة مستشار في كل أسرة، اللي أكملوا معنا متطلبات البرنامج التدريبي والجلسات التطبيقية على مدى 8 أشهر. تضمن الملتقى استعراض نتائج مبادرة مستشار في كل أسرة وتخريج الدفعة الأولى من مستشاري الأسرة، بالإضافة إلى المناظرة الشبابية بعنوان لقاء الأجيال. اليوم نحن البرامج هذه تساعدنا كشباب في دولة الإمارات أن نحن نطور من أنفسنا في طريقة تعاملنا مع أبنائنا، مع أهلنا، مع أبائنا وأخواننا في نفس المجال. البرامج جدا مفيدة،
ساعدتني أنا شخصيا في طريقة تفكيري، غيرت طريقة تعاملي مع أطفالي اللي في البيت، مع أبوي، مع أمي، مع أمي ومع اللي حولي. واليوم لقانا كان مميز بتواجد كبار المواطنين بيننا، وكأنهم تذكير لنا قوي بأن فعلا مهما وصلنا من درجات علمية، خبرتهم تجاربهم في الحياة هي مرتكز مهم لنا ولمراجعة ذواتنا. اختلاف الآراء بين الشباب اليوم، كل واحد عكس تجربة مختلفة للآخر، واعتقد كانت فرصة للتفكير بعمق وعكس هذه التجارب على حياتنا. يسلط ملتقى الشباب الخامس الضوء على مفهوم التمكين الاجتماعي الشامل للشباب باعتبارهم شركاء أساسيين في التغيير ودعم قدراتهم من خلال التضامن بين الأجيال وتحديد احتياجاتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم بما يتوافق مع متطلبات المستقبل، والاستفادة من خبرات وطاقات البالغين وكبار المواطنين في كافة المجالات لتحقيق الرفاه الاجتماعي وتعزيز جودة الحياة. ملتقى الشباب الخامس يسلط الضوء على تجربة الدولة الرائدة عالمياً في مجال تمكين الشباب. شمس المرزوقي لمركز أخبار قنوات أبوظبي من العاصمة أبوظبي. والآن مع جولة للأخبار من كل دار، توردها لكم مختصرة أحلام السويدي. اختتم المركز الوطني لتأهيل الملتقى الصيفي للطلبة في نسخته الرابعة، والذي يهدف إلى صقل مهاراتهم الحياتية وتنميتها. ويسعى المركز وضمن خطة استراتيجية إلى المساهمة في خفض العبء المرضي للإدمان على المؤثرات العقلية بالدولة عن طريق تنفيذ برامج وقائية وتوعوية تهدف إلى تعزيز عوامل الحماية لدى المراهقين والشباب من الوقوع في مخاطر هذه الآفة. افتتحت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان التقاطع الواقع على شارع الشيخ عمار بالقرب من مجمع المدارس في منطقة التلة، بعد الانتهاء من تطوير التقاطع وتنفيذ شبكة الصرف المطري وتركيب الإشارات المرورية انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تطوير بنية تحتية متكاملة. أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها اليوم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة العبث بالأدلة الرقمية، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 200,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب على شبكة معلوماتية أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية. ضمن جهودها لتعزيز السلامة المرورية لمستخدميها وحفاظاً على سلامة المشاة بمختلف التقاطعات الحيوية في إمارة أبوظبي، كثفت شرطة أبوظبي حملاتها المرورية لضبط مخالفي اشتراطات استخدام الدراجات الكهربائية السكوتر. وأكدت مديرية المرور والدوريات أهمية الالتزام باتباع التعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات بما يضمن تحقيق السلامة والأمان للجميع. نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل في أخبار الاقتصاد. 24 مليارا و200 مليون درهم أرباح 17 بنكا وطنيا مدرجا. البدايات نسجوا بقصصهم تراثا وحضارات عاشت وما زالت تلهمنا جيلا بعد جيل. توحدت أهدافهم في عشق الإمارات. لا خلينا منكم، الموسم الثاني غدا 9:30 مساء على قناة الإمارات.
توجه للعمل في كل صباح وانت متحمس وسعيد، شعور قد يفتقده البعض من الموظفين. وتقدير الموظف على ما يقدمه من جهد أمر غاية في الأهمية للمؤسسة قبل الموظف، لأن النتيجة الإنتاجية ستزيد بكل تأكيد. فجميل لما نسعى لأن نجعل رضا الموظف غاية تدرك ولا تترك ولا تترك. واعي الليلة 10:30 مساء بتوقيت أبوظبي، 9:30 بتوقيت السعودية على قناة أبوظبي. جربتوا يوصل عندكم الإدرينالين لأعلى ليفل؟ تجارب حقيقية وافتراضية كلها حماس وإثارة. تكسرون، تحاربون، تتعرفون على دقة التفاصيل في عالم السرعة والسيارات. تجربة فعلياً رائعة. خلكم معنا. E11 الأربعاء 10:00 مساء على قناة الإمارات. بكم من جديد وإلى جولة من الأخبار الاقتصادية في سياق هذا التقرير. نشرت مجلة بنفتس الكندية المتخصصة في شؤون التقاعد والمعاشات تقريراً عن أبرز الوجهات الاستثمارية ضمن فئتي الأسواق الناشئة والأسواق الحدودية على مستوى العالم، وأكثرها جاذبية للمستثمرين المؤسسين في عام 2022. وأفاد التقرير بأن الإمارات تعد واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية وأكثرها جذباً للاستثمارات الحكومية والسيادية ضمن فئة الأسواق الناشئة في هذا العام، وتشهد الدولة في الوقت الراهن المزيد من التدفقات الرأسمالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة من مختلف الجهات الاستثمارية من مختلف دول العالم، سواء كانت سيادية أو شركات خاصة. ارتفع صافي أرباح 17 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية إلى 24,179,000,000 درهم في النصف الأول من هذا العام، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة. واستناداً إلى إفصاحات البنوك المدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، زادت الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير وحتى يونيو لهذا العام بنسبة 40.5% أو ما يعادل 6.966 مليار درهم، مقابل أرباح صافية بلغت نحو 17 مليار و213 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. أكد المهندس سعيد محمد المهيري المدير التنفيذي لمعهد الإمارات للمترولوجيا في تصريحات لصحيفة البيان، أكد أن المعهد نجح في تحقيق وفرات مالية مباشرة تزيد على 6 مليارات درهم خلال 10 سنوات، وذلك من عام 2015 وحتى عام 2025. وأوضح أنه تم إجراء دراسة متخصصة أثبتت أن اعتماد الإمارات للمترولوجيا كمعهد وطني للقياس في الدولة ساهم في تحقيق وفرات مالية مباشرة في قطاعات الطاقة والمواصلات والاتصالات والدفاع والنفط والغاز والصحة والتصنيع والطاقة النووية، وتوقع أن تزيد الوفرات المالية خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع الأسعار على مستوى العالم وزيادة التضخم وتغير الظروف العالمية. قال آلين سميث الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية إن القيمة الإجمالية لعمليات الاستحواذ التي نفذتها المجموعة تجاوزت 2,300,000,000 درهم العام الماضي، فيما يجري العمل حاليا على صفقة استحواذ جديدة في مصر إضافة إلى التوسع في السعودية، بما يتماشى مع الهدف المتمثل في ريادة السوق الإقليمية لقطاع الأغذية والمشروبات بحلول عام 2025.
مضيفا بأن المجموعة أمامها فرصة كبيرة لتعزيز نموها جغرافيا لا سيما في السعودية وأسواق أخرى مثل باكستان ومصر، حيث يمضون قدما نحو الاستحواذ على 60% من مجموعة أبو عوف المصرية، كما أشار إلى أن تلك الصفقة سترسخ من وجودهم في السوق المصرية. مشاهدينا الكرام، نوصيكم بأخذ الحيطة والحذر في هذا المنخفض الجوي واتباع التعليمات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد. مشاهدينا علوم الدار لهذا المساء وصلت إلى نهايتها، شكرا لمتابعتكم وفي أمان الله.